والآن تستعد اللعبة الثامنة والأخيرة على طاولة القفز، اللعبة أوكسانا تشوسوفيتنا. والقفزة الأولى لأوكسانا. والثبات. أدت اللاعبة أوكسانا حركة الهاندسبرينج الأمامي مع نص لفة والثبات. طبعا الأداء جدا نظيف. درجة صعوبة القفزة كانت 4.0. طبعا اللاعبة عمرها 47 عام، شاركت بثمان ألعاب أولمبية. ننتظر علامة اللعبة بالقفزة الأولى. لن تحصل على 12.7. أفضل من العلامة اللي حصلت عليها في التصفيات. والثبات. قفزة ثانية، قفزة ناجحة للاعبة.